كيف حال المشاهدين؟ أهلا بكم في قناة حكيم. اليوم أنا في منطقة في كريتي اسمها غوفيس. غوفيس من مناطق السياحية، هم كذا منطقة في كريتي يعني يبعدوا عن بعض تقريبا 15 دقيقة بالسيارة. خلينا حطلك غوفيس على الخريطة عشان نشوفوا أين هي. في جزيرة كريتي طبعا في الجنوب، هنا مكان رهيب. خلينا نقلب لكم الكاميرا عشان تبقى الجودة عالية، تشوفوا بقى المكان هنا واحكي لكم بعض التفاصيل الخطيرة في هذا المكان في قناة حكيم. اضرب اللايك اعمل سبسكرايب. ابي بيقول لي خش صور الكنيسة من الداخل، شوف ايه اللي بيحصل فيها. خلينا نشوف. هي الكنيسة. تقدر تحكي لنا على غوفيس او هذا المكان قليلا يا ابي؟ خذ المايك. شكرا لك يا سيدي. هون منطقة في غوفيس فيها كنيسة، كنا نجي هون دائما مثلا ونقعد ورا برا بالحديقة. كان في شوية مقاعد حلوة كتير، ظهر فاصلين اخذين الارض ومشترينا او شيء وعطينا الكنيسة قسم واخذين قسم. على كل حال هون بكل منطقة في كنيسة باليونان، بكل مثلا 200 متر اقل شيء بتلاقي كنيسة وهيك صغيرة، وبيجوا بشعلوا الشمع فيها وبشعلوا فيها يعني بيعملوا طقوسهم الدينية وعبادتهم. وهون في صور طبعا في كل مكان. هون أصلا بيكون قافين الباب، شوف الباب مقفول، وظهر هذا بضل مع الخور يعني، بس الأسيس هو مع المفتاح. ما فيش ناس طبعا، المكان ده بيكون مليان سياح يا صديقي في فصل الصيف. دلوقتي في واحدة يونانية هنا، في واحدة يونانية هنا بس بتعمل رياضة، كل يونانيين الآن. السياح بيجوا بقى في فصل الصيف بتملى، في بعض الصعاليق أكيد هنا في اليونان بيستنوا أول ما يجوا السياح بقى الروسيات واليوكرانيات، ويستنوا لحد الصيف اللي بعديه يعملوا علاقات وهكذا، حياتهم كلها مليئه يعني، بيقعدوا يستنوا بس السياح، لان هم السياح بيجوا لحد هنا. الناس اللي هم لوكال هنا بيجي لهم السياح لحد هنا، لحد عندهم بيجي لهم يا صديقي، بيعملوا بقى ايه هيصه. وانا كنت شايف اشكال قصص وحكايات، احكي لكم ايه ولا ايه يا صديقي؟ قصص وحكايات من ايام كريتي، حاجات شفتها. ليه واحد طالع بالموتوسيكل؟ وقالوا لي خلينا نقولها في حلقه مباشر. الان هاخدكم على منطقه اخرى قريبه من هنا اسمها كيرسونيسو، خلينا نطلع لها مع انه في هوا يعني، بس لازم اصورها لكم فرصه. انا الان في منطقه اسمها كيرسونس، هي ذكريات فيها بالعمل. نحن الان في كيرسونس واصدقائي، منطقه في كريتي. كنت انا وماهر نطلع نتسلق فوق هذا السور. وانا كنت مصور فيلم زمان قبل 20 سنة، سبحان الله، عملت فيلم صغير في هذا المكان، عامل اني مقطوع وفي فيروس. خافش طائر النورس، امسكه تقدر تلعب معاه. ما بالله مش طعمه، امسكه كده. والله اول مره اشوف نورس بيقرب للدرجه دي، ظاهره غريبه. دي كيرسونس اصدقائي، مكان خطير، مكان جميل، بيبقى كل ده الطريق مليان سياح ومحلات ومطاعم في فصل الصيف. كل يقول لك ايه لا ايه لا، خش ادخل المحل ايه لا.
انا والاب امار في كيرسونيسو، فاكر المكان ده كان فيه ملعب للاطفال، كنا انا وانت نتسلق على البتاع ده فوق اهو. المنطقة بيت طبعا، المنطقة دي منطقة سياحية، هوا فيه هوا اصدقائي. Θυμάσαι το Χερσόνησο που ανοίγαμε εδώ πίνακες? Εδώ καθόμασταν, εδώ είχε παιδιά, παίζανε. Εγώ και ο Μάριος πηγαίναμε εκεί, ανεβαίναμε πάνω στο βουνό εκεί. Θυμάσαι το Χερσόνησο? What's her name? Olga. Olga. Oh no, Olga no. Olga. Olga. Olga is a Russian name? Yeah. Russian. Ah, Russian. Really. What is your name? Natasha. Natasha, nice to meet you. And I'm Olga too. Olga? Yeah. Two Olgas, oh well. Yeah. It's a very famous name in Russia. Olga, hello. I can't see Olga. Very famous. Name? Olga, yeah, Olga.